السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كيبقيتو مع صحيحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله بصحه جيده. شكرا بنات اللي كتدعمونا وكيتابوناو عندنا الهلا يخطيكم علينا. مرحبا بكم في القناه اسوب حرير دبي. اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله بواحد المليفه مطروزه مزيونه البرومير. كيف ما عودتكم كوثر كتعطيكم تيوبات اللي هما ممتازين باش كتكسب الكليان، والثقه الكليان دائما هي عندي اللي هي الاساس. مرحبا بكم في القناه، اللي مازال ما تابوناش يتابونا عندي، يفعل الجرس ان شاء الله يبقى يوصلوا دائما الجديد عند اسواب حرير دبي. مرحبا بكم، انا دائما معكم مع الهميزات والتويبات الممتازين باش كنكسب الكليان والثقه الكليان. بالنسبه هذه مني فام طروزه ما فيهاش تنبات، اللي ما كيبغيش تنبات غادي تبارك الله كتجي مطروزه طريزه هابطه حتى لتحت من الصدر، هابطه حتى لتحت من جوج الجهات. انا حليتها هكا باش نوريكم كيفاش كتجي هكا. الخياطه كتخيطوها ديك الساعات باش ما بغيتو تخيطوها بالبرشمان، تخيطوها بالرنده رقيقه، بغيتي تخيطها بنص الزير السيفه كتجي كتحمق. بالنسبه لها الطريزه هذه كتجيها طاح حتى لتحت وكتجي حتى في الدوره ديال الكميمات في راس الكم، كتجي تبارك الله كتحمق. بالنسبه لهاد المليفه هذه كنبيعها في المحل ديال 200 درهم، والثمن ديال الكليوم ديال القناه اللي كيشجعوني دائما كندير لكم التخفيضات باش حتى نتوما كنشجعكم وكنعاودكم كنعاونكم هكا شويه في الترونسبور. غنحسب عليكم فقط 160 درهم التصيله. بالنسبه لهاد المليفه هذه راه البروميان ديال ليليانا البنات، شي حويجه زوينه كيف ما عودتكم كنعطيكم البضاعه الممتازه. بالنسبه هذه راه مليفه الاكسترا ديال ليليان، شي حويجه زوينه، والتوب ديالها شي حويجه كاليتي، والطرز شي حويجه زوينه ديال لوغديناتور. شوفوا تبارك الله غير الظهر ديالو كينفيني، هذا راه الظهر وهذا الوجه، شي حويجه مزيونه والتويب ديالو شي حويجه كاليتي. وكيف ما عودتكم كوثر كتعطيكم البضاعه الممتازه والاثمنه البنات اللي هي جد مناسبه. بالنسبه لهاد المنيفه مطروزه دابا حنا جبناها مطروزه زعما ما منبتاش، ولا بغيتو ديك الساعات من تخيطوها زيدوا لها حجيرات هنا راكم تزيدوها ليها. تبارك الله الخياطه راهم فنانين وتبارك الله راهم عندهم الطوق. ومرحبا بكم البنات، فقط غندير لكم 160 درهم التصيله، والمتراج دائما كنعطيكم 2.40 متر على 1.60 متر في العرض. هاد المليفه هادي فيها 1.60 متر في العرض، يعني واخا كتكون السيده وافيه تبارك الله كتجيها والتويب ديالها كيجي نازل. وكيف ما عودتكم كوثر كتعطيكم دائما البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان والثقه الكليان دائما هي الاساس عندي. اللي في داخل فاس مرحبا بيه في المحل ديالنا بالضبط في فاس، واد فاس قرب مسجد عتبه بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين، انا انفاس ليها اتواب حرير دبي. مرحبا بكم البنات عند كوثر، كنعطيكم دائما الاثمنه جد مناسبه والتويبات الكاليتي، دائما البضاعه الممتازه باش كنكسب الكليان والثقه الكليان هي الاساس عندي. واللي خارج فاس راه حنا طبعا كنرسلوا جميع المدن، راه كنخليكم في صندوق الوصف دائما اللي هي 0674151794. بالنسبه لهاد اللوين هذا راه البلو بيترول مطروس تبارك الله بهاد البلون كاسي كامل، وهاد لوموف تبارك الله جاي كيحمق. وهاد ملي فام طروزه راه كتصلح قفطنات وكتصلح حتى جليبات، يعني اللي بغيتو ديروها كديروها. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الصفر هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى اللوينات تبارك الله كلها فيهم فنين، وما جاوش فيها الكميه كبيره يعني الكميه قليله. ولا عجبكم البنات شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب. تبارك الله هاد لو جون بوسام طروز بهاد البلون كاسي، هاد الوريدات كلهم هاد العريشات هابطين في البلون كاسي، وكيجيو الطريزات الوريدات بهكا بالغوزان ديال تبارك الله جايين فنين. وفقط البنات 160 درهم تفصيله، يعني بياسه باش غادي تديها سامبل كتديها انت مطروزه ناضيه قبطي وخيطيها وتا الخياطه كتقام رخيصه. تبارك الله مزيونه، هاد الطرز ديال لوغديناتور شي حويجه مزيونه. راه عندي البنات المليفه سامبل كنبيعها 160 درهم في المحل نفس الكاليتي، وهادي راه مطروزه ناضيه 160 درهم، يعني انا الكليان ديالي كنبغي نشجعو باش يتقداو من عندنا. ومرحبا بكم البنات، فقط 160 درهم تفصيله. اي لون عجبكم عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم، طبعا كنرسلوا جميع المدن. وكاين كذلك هذا اللون هذا البلون كاسي، شوفوا تبارك الله على التضخيم، البلون كاسي هكا مطروز بالمارو حتى هو تبارك الله الطريزاج ديالو جايه تفنه، هذه فيها حجيرات خفيفين تبارك الله حتى هي كتجي فنه ملبوسه، يعني تصلح الحال العرايس تصلح الحاجات، يعني كلشي لبس مع اثواب حرير دبي. مرحبا بكم البنات. وكاين كذلك هاد اللوين هذا الماغوم طروز صور تبارك الله بالموطاغد والبلون كاسي تبارك الله طريزه ديالو جايه فنه. بالنسبه لهاد المليفه مطروزه كيف ما قلت لكم في السابق راه كتصلح قفيطنات وكتصلح حتى جليبات، واللي كيبغي تنبات من بالنسبه ملي تخيطني ان شاء الله باذن الله غادي يدير لها شي حجيرات هنا يجي تبارك الله كتحمق. والحاجه دائما كل واحد الذوق ديالو كل واحد الاختيار ديالو. مرحبا بكم البنات، فقط 160 درهم التصيله. بالنسبه للتصيره راه سامبل في المحل ديالي راه كنبيعها 160 درهم سامبل، هادي راه مطروزه ناضيه يعني قبطي وخيطيها ها انت يدي نفس الشركه نفس كلشي، ها يدي المليفه ديال ليليان ها يدي هاي كيف ما كتقراو الحاشيه ديال هادي نعطيكم الفرق. هادي راه سامبل 160 درهم باش كنبيعها في المحل، وهادي راه مطروزه ناضيه 160 درهم، ها نفس الكتاب اللي مكتوبه هنا مكتوبه هنايا ديال ليليان، شي حويجه زوينه
مرحبا بكم البنات، فقط 160 درهم تفصيله مطروزان هاديه، واللي بغاها سامبل راه مجوجده في المحل بجميع الوان حتى هي سامبل و 160 درهم. يعني الا عجبكم اي لون ما عليكم غير تسكرينو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معاكم. مرحبا بالجميع. وكاين كذلك هذا الباج، باج حمصي حتى هو مطروز تبارك الله بالغزان ديالو الماروجي كيحمق اللوين ديالو، فقط البنات كيف ما قلت لكم في السابق 160 درهم التفصيله، 2 متر و 40 على متر و 60 عام متر و 60، يعني غير قبطي وخيطيها يعني شي حويجه مزيونه والتويب ديالها نازل. مرحبا بكم البنات، فقط 160 درهم التفصيله. وكاين كذلك هذا اللوين، هذا الغوز كاشيري حتى هو تبارك الله اللوين ديالو جاي كيحمق، مطروز هكا بالمارو البلون كاسيد العريشه تبارك الله كيجيو كيحمقوا فيهم، واللوينات تبارك الله ممتازين كاملين، يعني شي حويجه مزيونه. وكيف ما عندكم كازار كتعطيكم البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان، ثقه الكليان دائما هي الاساس عندي. مرحبا بكم، فقط 160 درهم التفصيله، اي مدينه كنتي ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب ونتواصل معاك ويوصلك ان شاء الله حتى للدار ديالك. مرحبا بكم. وكاين كذلك هذا اللوين، هذا الموف مغلوق حتى هو تبارك الله جاي كيحمق، هذا الموف مغلوق مطروز حتى هو بالغوزان ديال جاي مزيون اللوين ديالو. كنحاول نوريكم اللوينات كلهم باش حتى نتوما كتاخذوا فكره كاع على اللوينات، ويلا عشقتوا شي لوين ما عليكم غير تسكرينيو فقط 160 درهم التصيله، والمتراج دائما كنعطيكم 2 متر و 40 على متر و 60 في العرض، حويجه مزيونه التويب ديالها نازل كتجي مزيونه. وهذا بالنسبه لهذه المليفه هذه راه كتصلح دو مي سيزون، كتصلح في البرد وكتصلح حتى في الصيف. وكاين كذلك هذا الكرونه، هذا تبارك الله جا هو جاي مزيون اللوين ديالو، الكرونه مفتوح مطروز بداك الموف تو تبارك الله اللوين ديالو جاي عاطي اللوين ديالو، وين عشقتو شي لوين مرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلو جميع المدن، اي مدينه كنتي ما عليك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب ونتواصل معاك. كنحاول نوريكم كاع اللوينات باش نتوما اللي عجبكم شي لوين مرحبا بكم. طبعا كنرسلو جميع المدن فقط 160 درهم تصيله. شوفوا تبارك الله كذلك هذا اللوين، هذا الكري كري مفتوح مطروز بهذا الموف، والعريشات دائما تيكونوا كاملين في البلون كاسي كيجيو فنين مطروزين، والحاجه دائما حتى كتخيط عاد كتبان. وكاين كذلك الخضر ملكي حتى هو تبارك الله كيجي كيحمق من البوز، الخضر ملكي مطروز تا هو بالغزان ديان، ولا بغيتي ديك الساعه ديري قفيطن ولا جليلبه وتنبتيهم هكا ديرو لهم حجيرات في هاد الوريضات هادو تبارك الله يجيو كيحمقوا. مرحبا بكم البنات، طبعا راه حنا كنرسلوا لجميع المدن، اي مدينه كنتي مالك غير تسكريني وتصيفط ليا في الواتساب، وان شاء الله باذن الله يوصلك حتى في الدار ديالك. اللوينات كلهم تبارك الله فنين، ومرحبا بالجميع، اي مدينه كنتي مرحبا بك. واللي في داخل فاس مرحبا بك في المحا ديالنا، بالضبط فاس واد فاس قرب مسجد عتبه بن عفان والحمام القديم كافي دلا فونتين انا ام فاصليه اتوا بحرير دبي. وكاين كذلك هذا اللوين، هذا شوفوا تبارك الله هذا الحميمر، هذا دم الغزال مفتوح تبارك الله حتى هو مطروز بهذا لو تيركواز ومنبت تايا تبارك الله، الطريزه ديالو جايه فنه فقط فيها غير هاد اللوين في الطريزه هذه تايا تبارك الله جايه كتحمق. ويلا عشقتو البنات شي لوين مرحبا بكم، عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم البنات. فقط 160 درهم التفصيله، مليفه مطروزه ناضيه هي قبطي وخيطي، وديك ساعه الخياطه كيف ما بغيتي تخيطوها كتجي تبارك الله كتحمق. وكاين كذلك الطريزه هذه بالخضر ملكي مغلوق، هذا الخضر ملكي مغلوق اللي عطي الزيتي، شوفوا تبارك الله على الطريزه وعلى اللوين، فقط 160 درهم التفصيله، والمتراج دائما كنعطيكم 2 متر و 40 على متر و 60 في العرض. وكاين كذلك هذا اللوين، هذا هاد التركواز تبارك الله جاي كيحمق، بالنسبه كيف ما قلت لكم ليفه ديال لينيان شي حويجه كاليتي، وكيف ما عندكم كوثر كتعطيكم البضاعه الممتازه باش دائما كتكسب الكليان، والثقه الكليان دائما هي الاساس عندي الحمد لله، كسبنا كليان ومازال ان شاء الله الخير القدام. مرحبا بكم، دائما كنعطيكم البضاعه الممتازه باش كنكسب الكليان. شوفوا تبارك الله كذلك هذا اللوين، هذا البلون كاسي مطروز بهذا اللوين، هذا المارو تبارك الله المارو كيتواتى مع البلون كاسي كيجي كيحمق، فقط البنات 160 درهم التفصيله. وكيف ما قلت لكم في السابق الطريزه كتجي هابطه حتى لتحت وكتجي حتى في الكميمات. وكاينه كذلك هاد الطريزه هذه في هذا اللوين، هذا فقط بلون كاسي مطروز بالمارو طرز الحساب تاو تبارك الله كيجي كيحمق من البوس مزيون، والتويب ديالو كيجي خفيف كيصلح دو مي سيزون، صلاح تخدم هاد المليفه هادي تخدم بالراندات تخدم بالبرشمان بزواق المعل زعما الزواق هكا اللي كتجي خفيفه يعني ديال نص الزيري تبارك الله كيجيو مزيونين، وفقط 160 درهم التصيله، ودائما المتراج كنعطيكم 2 متر و 40 على متر ونص في العرض. مرحبا بكم البنات، طبعا كنرسلو جميع المدن. وكانوا هادو هما اللوينات البنات اللي شاركت معكم كاملين تبارك الله في هاد المليفه مطروزه، تبارك الله الطريزه كتجي في الكميمات وكتجي في الصدر هابطه حتى لتحت، فقط 160 درهم التصيله، والمتراج دائما 2 متر و 40 على متر و 60 في العرض.
ما تنسوناش البنات بلي جيم والبارطاج، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا ويفعل الجرس باش ان شاء الله نبقاو دائما جديد عند اثواب حرير دبي. دائما الكوثر كتبغي تجيكم التضخيم وشي حويجات توبات ديالهم ممتازين، والاثمنه دائما جد مناسبه كندير لكم في القناه باش حتى نتوما ان شاء الله تشجعوني. ومرحبا بكم، ان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.